زي ما انتوا شايفين مرسول مع النادي الاهلي والتيشيرتس الاصليه بتاعه النادي الاهلي متوقعه من كل نجوم النادي الاهلي بمناسبه العيد. حبينا نعيد على الناس والله، يعني فكره حلوه قوي طبعا. يعني مرسول دايما بيعمل مفاجآت ويعمل حاجات حلوه، وبنقول للناس كل سنه وانتم طيبين وحظه حلو اللي هيقع عنده التيشيرت بقى، فدي حاجه جميله جدا. تعالوا نشوف هتقع على مين. يلا 1 2. ما تنزل عندي دي، هتنزل عندي انا هناك دي. هلحق اروح انا البيت بقى، هلحق اروح البيت.